وهيك نكون طلعنا امي اخواتي المرافقين معها. الحمد لله رب العالمين. انا اقسم بالله هيك ارتحت، اقسم بالله عن جد هيك ارتحت، واحنا رجعنا على غزه وضلي في غزه. اسمعوا، احلى شيء انه اول ما دخلت صاله المعبر حرفيا اغلب اللي في المعبر عرفني، كله صار يطلع جوالاته وصار يصور من تحت لتحت. عاد انا شايف عاد ما ايش فكروا انا جاي اسافر وانا ايش، خلاص ماشي. ودخلت امي على الصاله جوا وحملت لهم الشناتي، عاد شفت حامل شناتي وماسك جوازات سفر وخلاص. صالح سام البلد وشرد، صالح فكح من البلد، الحق بده يصور. اقسم بالله حرفيا يا اخي دي قديش يعني الشباب والبنات اللي ترفعوا جوالاتهم قاعدين يصوروا من تحت لتحت، انا شايف كل شيء. فدخلت امي جوا وتمام التمام، وبعدين سحبت حالي ورجعت. وين رجع زيك بطلع في يوم زيك؟ الحمد لله على سلامتكم، بالسلامة إن شاء الله. توصلوا بالسلامة. بالسلامة، الله يسهل عليكم، الله يسهل عليكم. والله العظيم. يا الله. أقسم بالله أقول لكم شغلة. صارت مليون طوشة بيني وبين أمي. أقسم بالله حرفياً مليون طوشة صارت بيني وبين أمي. أمي راسها مليون سيف إنه أنا بدي أسافر معها. خلاص بدينا أنا أسافر معها عشان إنه أنا الولد. على أساس إنه يكون معهم شاب يعني يحمل الأغراض، يسعى في موضوع العلاج في المستشفى، في هيك في هيك. يما بزبطش، يما بنفعش، لازم تطلع معي، يما مين الشاب، يما مين بده يساعدني، يما بنفعش. انا اقولها لا ما بقدر، والله يما ما بقدر، والله لازم اضل في غزه. اقسم بالله انا تنحت وهي تنحت، يعني انا بحمد الله بس انها ما قالت ليش بغضب عليك، لو قالت لي بغضب عليك سافرت. بس لا الحمد لله امي متفهمه، امي متفهمه لهذا الموضوع. يعني حكيت لها، والله حكيت لها يما انا ما بقدر اسيب غزه، بقدر انا عن قناعه، انا حرفيا ضايل في غزه عن قناعه تامه، مش خوفا من حدا ولا خوفا من كلام الناس. حرفيا كلام الناس كله ما بيعنيني وما بيهمني، ولو انا بدي اخذ قرار في حياتي باخذه، ما بفرقش عندي كلام الناس كله. لكن انا حرفيا ما اخذ قرار عن قناعه انه انا اضل موجود في غزه، ما اترك غزه، لانه حرفيا انا حكيت الكلمه قبل هيك، هل الواحد بيسيب حبيبته في اصعب الظروف إلها؟ لو انت بتحب واحدة بتموت فيها حرفيا، تمام، زوجتك، خطيبتك، اي حاجه، وكانت في اصعب وقت هي تزوركها، اذا تركتها بتكون خاين، حرفيا بتكون خاين. وهيك البلد، والله انا هيك غزه بالنسبه لي، غزه قد محتاجاني والله، عشان هيك انا لو تركتها حكون خاين. انا هذا بالنسبه لي، ما بحكي عن الناس اللي طلعت، بالعكس كل واحد بالنهايه نفس لها عليق حق يعني، وانا ضايل هنا على روحي زي ما بحكوا. لكن بالنهايه خلاص كل واحد عنده قناعات معينه وقرارات بتتخذها، وكل واحد مسؤول عن قراراته، وانا مسؤول عن قراراتي. انا بالغ عاقل، والله يمكن نص عقل مش عقل. ربنا ييسر ان شاء الله، والله يصلح الحال ان شاء الله وتخلص الحرب على خير. تعرف شغله، شعور انك تكون انت قادر تطلع من المكان الاكثر خطوره للمكان الاقل خطوره، مع ذلك انت ترفض تختار تضلك في المكان الاكثر خطوره، شعور غريب جدا، حرفيا جد شعور غريب. يعني انا كنت قادر ان اطلع من المعبر خلاص اضل طالع، لكن مع ذلك اخترت انه انا ارجع لغزه. الشعور اقسم بالله ما بنوصف. تعرفوا هذه الشغله بيعرفها كل واحد جرب الغربه او طلع برا غزه ورجع تاني. والله العظيم، اقسم بالله العظيم، والله بدون اي مجامله، مش عشانها بلدي، بس مجرد ما انت تدخل غزه مع انك عارف انه فيها قصف ودمار وممكن انت على باب المعبر تاكلك صاروخ وتستشهد، مع انك عارف فيها كل هذه الشغلات، بس مجرد ما تفوت على غزه اقسم بالله ترتاح. والله هيك بتحس هيك سط المية بادة هيك دار على قلبك، والله بتحس هيك ارتحت واطمئنيت، تحس انه هيك قلبك ارتاح، روحك ارتاحت، سكينة. والله ما بعرف ايش السر في هذا الموضوع، انا متأكد في اشي، في اشي رباني في الموضوع، لكن جد هذا اللي بصير معنا. والله غزة حلوة كتير كتير حلوة، والله الاحتلال اللي خربها ودمرها، بس اما غزة حلوة شعبها بيجنن وبحب الحياة، عن جد كلنا بنحب الحياة، بنحب نطلع وننزل ونروح على مطاعم ونشرب ونروح على كافيات ونسهر في الليل ومع الشباب اصحابنا ونطش ونغير جو، بنحب كل هذه الشغلات يعني زينا زي باقي دول العالم عادي يعني. فغزة عن جد حلوة، وان شاء الله هيك يكون لكم عمر وتشوفونا لما نرجع نعمر غزة وتشوفوا كيف غزة واهلها ان شاء الله. الله يكرمكم كلكم تجوا على غزة ان شاء الله، نقول امين. ما بدكم تجوا على غزة، تعالوا بنعمل لكم مقلوبة بعيننا الله. تعالوا على غزة إن شاء الله تخلص الحرب وبنشتم فيكم كلكم إن شاء الله، لو حتى مش في غزة بنشتم فيكم في بلدانكم إن شاء الله. الله يعطيكم ألف عافية، أحبكم جدا ودعواتكم. السلام عليكم.